مرحبا من جديد مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا إلى موضوع حلقة اليوم من 24 ليرات اللي حنتحدث فيها عن الأمراض المدارية المهملة. عرفت منظمة الصحة العالمية الأمراض المدارية المهملة بأنها مجموعة من العدوى المزمنة أو المنهكة السائدة التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء، وتكثر في الظروف الحارة والرطبة، وترتبط بارتفاع معدلات الاعتلال والإعاقة طويلة الأمد والوصم المجتمعي وخسارة كبيرة في نوعية الحياة. ده التعريف حسب منظمة الصحة العالمية للأمراض المدارية. لكن خلينا مع ضيفنا دكتور خالد نشوف شنو هي الأمراض المدارية. مرحبا كثير دكتور خالد محمد زين، مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة. مساء الخير عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، وأشكر قناة 24 على إتاحة الفرصة لأنه اليوم نتكلم عن نوعية من الأمراض ما يسمى بالأمراض المدارية المهملة، وهي في العادة أمراض بتصيب المجتمعات الفقيرة وتنتشر في المناطق المدارية في أنحاء العالم اللي هي في الأمريكتين وأفريقيا ودول آسيا. نعم. بحي المشاهد الكريم وبنتهز الفرصة في أنه نحن نعرف نفسنا كبرنامج الأمراض المدارية المهملة، وهو برنامج مدرج تحت إدارة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة الاتحادية، ووزارة الصحة الاتحادية في السودان بتولي الأمراض المدارية المهملة يعني انتباه خاص ومشاركة واسعة جدا جدا في هذه الأمراض. وزي ما قلت إنه حسب التعريف اللي انت عرفتيه بخصوص منظمة الصحة العالمية هذه الأمراض، هي يعني الأمراض لما نقول أمراض مدارية مهملة هي شنو؟ ممكن نعدد الأمراض؟ الأمراض المدارية المهملة هي زي ما قلت أمراض، هي أمراض العامل فيها بيكون فيروسي أو بكتيري أو طفيلي. الأمراض دي أمراض متعددة. كلمة مهملة جاية من إنها بتصيب المجتمعات الأكثر فقراً، وكلمة فقر هنا أنا حقيقة دار أصنفها لأنه ما بتعني الفقر المادي فقط، ولكن هو برضو بيلعب دور في أنه مستوى الدخل في المجتمعات دي عادة بسيط جدا جدا. لكن النظرة الأوسع في فكرة الفقر هي يعني فقر الوعي، في فقر الخدمة المقدمة، فقر الإمكانيات الطبية الدولة وفعلا المساعدة الطبية، المراكز الطبية والصحية، والفقر البيئي أحيانا كثير. يعني إنه المناطق دي دائما البيئة بتاعتها بتساعد كثير جدا جدا في انتشار الأمراض دي، فبالتالي الإنسان بيكون عرضة لها. وكثير جدا جدا الظروف البيئية بتقطع الإنسان اللي موجود في المناطق الفقيرة دي، وهي مناطق بعيدة عن الحضر في أغلب الأحيان، بتؤدي لأنه وصوله لمناطق الخدمة الصحية بيصبح صعب جدا جدا. فعشان كده نحن دارين عين للمسألة بتاعت الفقر بصورة أوسع، يعني ما بس الفقر المادي يعني. طيب حضرتك دكتور خالد ذكرت إنه الأمراض المهملة المدارية بتكون موجودة في الأمريكتين وفي أفريقيا، وإحنا السودان في أفريقيا، فداير أسأل مناطق انتشار الأمراض إذا كانت عندنا هنا موجودة في السودان، هل موجود عندنا مناطق أمراض مدارية مهملة؟ بما إننا نحن بنقع في الحزام المناخي، بنقع في منطقة المدار الشمالي اللي هي في أقصى الجنوب، وبقية السودان موجود على متاخمة للمنطقة المدارية، بالتالي لو نظرنا لهذه الأمراض بنلقاها إنها كلما اتحركنا من شمال السودان إلى جنوبه هي بتزداد زي ما نقول الزخم بتاعها. يعني مثلا عندنا زي الولاية الشمالية ونهر النيل هي أقل هذه المناطق في السودان، يعني جغرافيا بعيدة، جغرافيا هي أقل المناطق اللي موجود فيها هذه الأمراض، يمكن مرض أو مرضين. لكن لو مشينا جنوبا على المنطقة بتاع جنوب كردفان وجنوب دارفور ومناطق النيل الأزرق، بنلقى إنه الولاية الواحدة فيها كل الأمراض المفروض تكون موجودة في السودان اللي هي 15 مرض من أصل 20 مرض موجودة حسب لائحة منظمة الصحة العالمية. طب ده شيء خطير، وده رقم كبير جدا، 15 من أصل 20. طب لتثقيف المشاهد دكتور خالد، الأمراض دي حضرتك ذكرت إنه في جزء منها فيروسي، في جزء منها طفيلي، وإحنا داخلين على فترة الخريف للأمطار
بيتكاثر البعوض فيها والذباب وغيرها من الحشرات. طيب طريقة انتقال العدوى للمريض نفسها ممكن تكون بها طرق على أساس من الناس تتفادى بقدر الإمكان؟ بالضبط، هنا دي واحدة من الحاجات المهمة جدا. زي ما قلنا إنه الأمراض دي تعدد فيها أشكال العامل الممرض، وفي نفس الوقت بتتشكل فيها أيضا أشكال اللي هو ما يسمى بالناقل، ناقل المرض. فبما إنها هي أمراض واسعة تطيف في يعني في 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 السودان، وبالتالي الناقل بتاعه بيختلف. في بعضه يعتبر الناقل بتاعه هو الديدان، وفي آخر الناقل لهذه اللي هو الباعوض والذباب الرملية زي مثل الليشمانيا وأنواع الباعوض المختلفة سواء كانت أنوفليس أو كيوليكس. وبالتالي هذه النواقل يعني بتكون موجودة في مواسم بالتأكيد معينة. النواقل دي هي يعني مسؤولة عن نقل العامل، لكن هي في الحقيقة في بيئتها عايشة بصورة يعني احنا ما عندنا مشكلة مع الناقل ذات البعوض كبعوض نفسه، لكن عندنا مشكلة مع البعوض المصاب أو ناقل لهذا المرض. فبالتالي في كثير من الأحيان في مواسم معينة بيزداد عدد البعوض أو عدد الذباب الرملية تحديدا اللي هي بتنقل لنا المرضية. فبالتأكيد بتزداد حدة المرض في أوقات معينة من موسم الخريف أو ما بعد موسم الخريف، لأنه مثلا عندنا المياه بتتحسر في مناطق معينة زي ما شفنا هسي إنه مرض ضرب الهرسي أصبح أكثر انتشارا من مناطق الجزيرة والرهد. البلهرسي من ضمن الأمراض المدرجة في القائمة؟ أيوة، واحدة من الأمراض الموجودة في القائمة. هل الملاريا برضو معه؟ لا، الملاريا والدرن والإيدز هي أمراض معدية بتختلف شوية كده عن الأمراض المدارية في إنها هي سرعة العدوى بتاعتها بتختلف عن الأمراض المدنية وسرعة انتشارها. هي ما بتعتبر يعني يمكن كوباء بالمعنى زي الكوليرا وكده، لكن هي أمراض طريقة انتشارها بتختلف شوية عن الأمراض المدارية المهملة. فبالتالي يعني الدرن والإيدز والسل مدرجة في برنامج لوحدها أو برامج لوحدها، والأمراض المدارية 15 دي تم تصنيفها، هي 20 منها 15 موجودة في السودان. طيب دلوقتي عندنا. طيب دكتور خالد، حضرتك مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة، أنا عايز أشوف خطتكم في البرنامج ده لمكافحة أو لتقليل انتشار الأمراض المدارية المهملة اللي عندنا في السودان 15 من أصل 20 حسب ما تفضلت وذكرته. بالضبط كده، نحن في برنامج الأمراض المدارية المهملة ما وضعنا خطة، بس بالعكس السنة دي نحن تمكننا من أننا نعمل استراتيجية متكاملة لمكافحة هذه الأمراض في وعمل خطة متكاملة، لأنه كيف في الفترة ما بين 21 و25 نحن نصل لأنه استئصال جزء من هذه الأمراض. كلمة استئصال هنا مقصودة إنه يعني الأمراض دي يتم استئصالها تماما وتصبح غير موجودة. وفعلا هسه عندنا اللي هو مرض الدودة الغينية. السودان الآن تحت إجراءات الإشهاد القومي بخلوه من الدودة الغينية. المفترض انه ان شاء الله في بداية عام النصف الاول من عام 23 هتجينا لجنة المسؤولة عن الإشهاد، هي لجنة محايدة بتجي وبتعمل التقييم، لأنه فعلا لا توجد هذه الدودة ولا توجد عليها بلاغات، وفعلا نحن لنا 8 سنة ما موجود علينا أي بلاغ بوجود هذه الدودة في السودان. بتسبقها إجراءات كثيرة، هي نشر وعي واستقصاء الإشاعات والبحث عن إمكانية وجود هذه الدودة، لأنه في دول مجاورة لنا ما زالت بتحارب المرض والمرض موجود عليه بلاغات مثل أثيوبيا وجنوب السودان وحتى تشاد. المرض متقاطع طبعا، دي فرصة أنا داير أتكلم عنه.
إنه هو مرض بيصيب الإنسان، وهي دودة بتكون موجودة في المسار الدموي أو الليمفاوي، وللأسف يعني هي قد يجوز يكون طولها أكثر من متر، وبتطلع في المناطق الأرجل في أسفل الرجل، لأنها هي بتضع البيض بتاعها. والمسألة الفترة بتاعت الإصابة بتاعتها طويلة جدا، يعني تصل لأكثر من 5-6 سنوات، وبتصبح الدورة طويلة جدا موجودة داخل جسم الإنسان، تتغذى على جسم الإنسان، وما في أي طريقة علاج لها غير استئصالها، هي إخراجها بطريقة معينة. في ناس مدربين على الحكاية دي وبيستخرجوا الدودة دي. الدودة دي يعني بتخط البيض بتاعها في الموية، والبيض بتاعها ده بيحتاج لانه يجد يلقى برغوث معين، البرغوث ده بينشأ في الاماكن بتاع تجمع المياه. الانسان بيجي بيشرب المياه والبرغوث ده بيدخل في بطنه، وبعد ذاك بيطلع منه الطفيل وبيدخل لجسم الانسان. المساله بتاعت من المسافه من وضع البيض لحد دخوله في البرغوث، الحاجه بتاخذ لها تقريبا سنه عام، الطفيلات دي بتكون متواجده لحد ما تلقى البرغوث ده اللي هو ده في دوره حياه الدوده. فمساله محاربتها اظن بوجود المسافات الطويله دي، لكن لو افترضنا انه نحن لو نظرنا في هذه الدائره بنلقى اضعف نقطه فيها هي المساله بتاعت المياه، لانه الدوده دي لما تكون موجوده وخلاص تكون في الفتره بتاعت وضع البيض، سبحان الله انه في المكان اللي مفروض بتفتح فيه الجلد هو بيكون زي مثلا جرح، بيحصل جرح وحكه شديده في الحته دي لحد ما تخرم الجلد، عشان فبتسخن المنطقه دي سخانه شديده جدا، فالانسان والحيوان طبعا الدوده دي بتصيب الحيوان ايضا، فبيمشي يفتش لمكان المويه، لان هي ما بتضع البيض بتاعها الا تخش رجلك المويه، فبتخليك دائما تسعى لمكان المويه عشان شنو؟ هي تقدر تضع البيض بتاعها، لانه البيض لازم يلاقي البرغوث داخل الماء. سبحان الله، ده شيء يعني خطير، والمكافحه يعني قد تواجه بعض الصعوبه. انتم كبرنامج بيحتاج لشراكه من الحكومه، بيحتاج لشراكه من المنظمات الدوليه، هل في اي تعاون من قبل الحكومه او المنظمات؟ بالضبط زي ما قلنا، المنطقه الضعيفه في هذه الدائره هي انه يكون في مياه صالحه للشرب. يعني اذا عملنا منظومه بتاعت مياه صالحه للشرب في المناطق اللي بينتشر فيها الدودة دي أو تجمع المياه، فالمجتمع ده حيكون سليم، ما حد يجيه حاجة خالص. فبالتالي ده بيحتاج من مجهود من الدولة في إنه تساعدنا في إنه يكون في مصادر مياه نظيفة. المنظمات الدولية والمنظمات المجتمع المدني بتساعد كثير جدا جدا في المسألة دي، سواء كان بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. في ناس يعني في منظمات بتاع المجتمع المدني بتعمل الحاجة دي من باب التصدق ومساعدة المجتمعات الفقيرة وهكذا، وفي منظمات دولية أيضا بتقوم بنفس الشيء. والحقيقة الحاجة دي ما بس للدودة الغينية، لكن لأمراض كثيرة. يعني نحن المناطق اللي عملنا فيها محطات لتنقية المياه اختفت فيها الإسهالات وانتشار الكوليرا وكثير من الأمراض زي البلهارسيا وهكذا. حاليا قلت كلام طيب، يعني على الرغم من الرقم المخيف، قلت انت السودان بصدد ان احنا نكون خاليه بعض المناطق من الدوده الغينيه. نعم. طيب امكان يدخل السودان من كل الامراض المهمله المداريه بنسبه كم تتوقع يا دكتور؟ وانا ما بقدر احدد لك نسبه بمعنى الكلمه، لكن دلوقتي البرنامج اصبح لديه استراتيجيه واضحه وخطوات واضحه في استئصال أو التقليل، إزالة أو التقليل من أمراض معينة اللي هي نحن ما بنقدر نستأصلها تماما، لكن ممكن تصل لمستوى يكون مقبول وما يسبب يعني مشكلة للمجتمع كبيرة. المسألة دي ما صعبة، يعني هي مجرد تكاتف جهود. يعني دلوقتي المجتمع المدني كثير من المنظمات بتقدم لنا دعم مقدر، بالنسبة لأنه بعض الشركات العالمية تكفلت بصناعة الدواء وتدينا له مجانا، في كثير من المنظمات تكفلت بالتدريب، في كثير من المنظمات تكفلت بأنها تنشئ لنا معامل وتدينا معدات بحيث أنه نحن نقدر نكتشف بها المرض أو نعالج بها حتى المرض، لأنه نحن مثلا عندنا زي الكلازار دلوقتي دخلت أجهزة جديدة هي بتشتغل بالليزر وبتقوم بمعالجة الكلازار الجلدي مثلا. دلوقتي جاينا أجهزة زي دي. عندنا منظمات تانية تكفلت بأنها تنشئ معامل في مناطق مختلفة في السودان
حتى انه نحن نقدر نكتشف المرض بسرعه ونقدر حتى هي ذاتها تكون معامل للابحاث عشان الناس تشوف به لانه المرض بيغير شخصيته وطريقه انتشاره والزخم بتاعه حسب مقتضيات البيئه. كل الحاجات دي هي عايزه تعيش في النهايه، فبالتالي هي لازم تتأقلم مع كل وضع، وفي نفس الوقت بيكشف لنا مدى فعاليه العلاج اللي نحن بنقوم به في وسط المجتمع. طرق العلاج مختلفه بالتاكيد، لكن اكثر طريقه هسه نحن كانت موجوده دلوقتي نحن في الاستراتيجيه حنغير من النظام بتاع اللي هي حاجه اسمها العلاج الكيميائي الشامل. يعني بنجي مثلا في مجتمع حسب المسوحات القديمه بيكون معروف انه مثلا والله منطقه اللاماب في الخرطوم هي اكثر منطقه فيها انتشار لمرض البلهارسيه نتيجه لوجود النيل، والناس بيستحموا والمويه بتكون راكده والحشائش موجوده، فبالتالي القواقع موجوده وبالتالي طفيل البلهارسيه موجود، والناس بتيجي تستحموا وبتشرب وبتصطاد وهكذا فبتتعرض للاصابه. بالتالي في المنطقه دي نحن بنقوم نعمل، واكثر الناس اللي بيتعرضوا لحاجه دي هم الاطفال في الاساس يعني. فبنقوم مثلا نعمل علاج، يعني مثلا في منظمه انجليزيه SCI دي بتجيب لنا علاج او بتدعم العلاج اللي جايباه الامم منظمه الصحه العالميه الحبوب دي لاطفال المدارس. بنستغل الفتره في بتاعه بتكون مدارس مفتوحه وبنعالج بندي العلاج ده لكل الطلبه في المدارس. طب ده اسمه العلاج الشامل، يعني بنعالج الناس المصابين وغير المصابين. والغير مصابين كنوع من الوقاية. كنوع من الباقين بالنسبة لهم كنوع من الوقاية، والناس المصابين هي جرعة واحدة تكفي لأنه تعالج المرض. طيب أنت حضرتك قلت كلام جميل، يعني قد نجهل إنه بعض المناطق دي فيها أمراض معينة متمركزة بتظهر لنا في فصل معين أو لطبيعة المنطقة. إحنا محتاجين توعية من حضرتكم، محتاجين توعية في الإعلام، لازم يكون في شراكة عشان إحنا ننشر الوعي إنه مثلا في فصل الخريف بقدر الإمكان ممنوع تخوج في الموية، ممنوع تشرب من الترعة. فالحتة دي هل هي ضمن الاستراتيجية اللي أنتوا واضعينها في برنامج الأمراض المدارية المهملة؟ بالتأكيد هي المسألة بتاعت الهيلث بروموشن أو التوعية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، إدارة تعزيز الصحة هي المنوط بها إنها تنشر الوعي. بالتالي نحن برضو بواسطة الملصقات وبواسطة التذاكر وبواسطة تدريب المعلمين وتدريب المعاونين الصحيين وتدريب أئمة المساجد على انهم ينشروا الوعي في انه يوعوا الناس من كيف يتعاملوا مع البيئه الموجوده حولهم سواء كانت مياه او حفائر او كده على اساس انه، وفي نفس الوقت الوعي ده بننشره نحن عن طريق الاعلام. نشكر الاعلام لانه متعاون معانا جدا في الحكايه دي، ولانه يعني المرض ده هسه ما موجود، يعني مساله الفقر بقت موجودة حتى داخل المدن الكبيرة، فبالتالي الأمراض دي حتى موجودة عندنا حتى في ربنا يعينكم المجهود كبير، فإن شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا لك دكتور خالد محمد زين مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة، شكرا لحضرتك. أشكركم وأشكر قناة 24 وأشكر المشاهدين. شكرا جميعا. شكرا جزيلا.